يمكن مقابلة صراحة المنتخب الوطني المغربي برز فيها بشكل جيد اليوم، برهنوا على أشياء كثيرة وكبيرة وعطاو كل ما عندهم والحمد لله. كنشكر الجمهور الحاضر الآن والجمهور المغربي عامة، وكنشكروا الإطار الوطني، ربما أننا هذا الاسم ربما اليوم أعطانا أشياء كبيرة والسرعة هذا هادو بعد البيبليك ديالنا. سيريا قويه، كل المغاربه المدن المغربيه اليوم غتخرج الشوارع. الابد خطيره. السلامه. لا. الحمد لله مرت بسلام. اذا اعزائي المشاهدين، هنا بعد نهايه المقابله المغاربه، مبروك للاسود الاطلسيه، بالفعل مبروك. عارض لك للجزائريين، باي باي كما قلنا، عارض لك يا جزائر، عارض لك يا فيليا ايفواري، توانسه برشا مبروك عليكم. لكن اليوم اسود اطلسيه في غابتها قويه بجماهيرها قويه، الحمد لله ثلاث نقاط تأهلنا الحمد لله، والشكر للمغاربة وديما مغرب.